جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أديت أنا وأخي فريضة الحج وكان نوع النسك التمتع، ولكن عندما انتهينا من الحج وطفنا طواف الوداع تركنا السعي، فهل حجنا صحيح أم يجب علينا أن نفعل شيء؟ جزاكم الله خيرا. هذا السؤال مجمل، إذا كان قصده أنهم تركوا سعي الحج فإنه لا يتم حجهم إلا به، فعليهم أن يعودوا ويؤدوا السعي ولو طال الوقت. أما إذا كان قصده السعي مع الطواف الوداع يظن أن لطواف الوداع سعي، فهذا فهم خاطئ. طواف الوداع ليس فيه سعي، يكفي الطواف بالبيت 7 أشواط وليس له سعي. نعم.